وزكريا بن محمد بن محمود القزويني أبو عبد الله. ولد في قزوين لأسرة يعود نسبها إلى الصحابي الجليل أنس بن مالك من المدينة المنورة. في مطلع شبابه أتى إلى دمشق والتقى علماءها وفضلاءها وأحبها حبا جما. أين نحن من دمشق يا شيخ؟ إنها على بعد 20 فرسخ عن هذا الليل. ونصلها الليلة؟ فنلقاها على بعد فرسخ ثم نصلي الفجر وننبح إليها ونصلها مع الصباح بإذن الله تعالى. كم كنت أمني النفس بالصلاة في مسجدها الجامع فجر الغد يا شيخ. الجامع الأموي؟ إنه مفخرة من مفاخر المسلمين. ترى هل صليت فيه يا شيخ؟ نعم يا ولدي. أهو بديع بقدر ما يصفون؟ إنه أعظم من أن يوصف وأجمل من كل كلام أقوله عنه. ستراه بنفسك إن شاء الله. إن شاء الله. لما صعد الفرس وجفل يا شيخ؟ خفت يا زكريا؟ لا تضحك مني، ولكن داخلني شيء من الخوف. ألم تخف أنت؟ لو أن كل بدوي يخاف كلما جفل فرس لما بقي في الفياف بدوي. اسمع يا زكريا، هذا الفرس جفل لأنه شم رائحة وحش، ذئب أو ضبع. ها؟ سمعته؟ إنه ذئب جائع ينتظر غفلة. ولكن قد يغافلنا وينقض على جمل أو حصان أو... يا حمد، اركب الفرس واطرد هذا الذئب الجائع. ماذا لو هاجمه الذئب؟ لو هاجمه الذئب لقده بسيفه نصفين. اطمئن يا ولدي، اطمئن. لقد عاشرنا الذئاب والضباع والنمور والأسود، وما زلنا في هذه الصحراء نتعايش معا، ويعرف كل منا الآخر. هذا الذئب مخلوق جائع، لعله لم يجد جيفة يأكلها، فقال في نفسه: هذه غنيمة، ولكن هيهات، لو اقترب لن يجد إلا الموت الأحمر بضربة بين عينيه. اطمئن يا زكريا، فأنت ذاهب إلى الشام المحروسة، ولا تنسى أنك بصحبة شيخ بدوي وفي حمايته. فقر عينا يا ولدي. أهي دمشق؟ نعم، إنها دمشق. ستصلها يا ولدي وتغتسل في حماماتها وتصلي في مسجدها وتنام في خاناتها. دمشق يا ولدي جنة الدنيا. لكنني لم أسألك، لما تقصد دمشق؟ جئت طالب علم يا شيخ. طالب علم؟ أجل، وفقك الله. دمشق مدينة علم وفقه، وستجد في مدارسها وعلمائها ما تريده وتطلبه يا ولدي. Thank you.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كنت تصلي بقربي يا ولدي، بارك الله فيك. إنه نذر علي يا شيخ، أول عمل أقوم به في دمشق هو الصلاة في جامعها الأموي، ولهذا دخلته. إذن لست من دمشق؟ لا يا سيدي الشيخ. هيئتك عراقية وفيها مسحة خراسانية، فمن أي البلاد أنت؟ والله يا سيدي أنا عربي، ولدت في قزوين وجئت إلى العراق، وها أنا الآن في دمشق. أية رياح طيبة أتت بك إلينا في دمشق؟ تلك إرادة الله يا شيخ، فمن تكون لأتشرف بمعرفتك؟ أنا ضياء الدين بن الأثير. الشيخ ضياء الدين بن الأثير؟ لعل الله سبحانه وتعالى أراد الرأفة بي، فكان أول من التقيته في دمشق هو أنت يا سيدي. وما جئت تفعل في دمشق يا بني؟ جئت يا سيدي لأدرس في مدارسها. ما الذي تنوي دراسته فيها يا بني؟ دراسة العلوم والفلك والمسائل الفقهية وسواها. عليك بالمدرسة النورية يا ولدي، ففيها أفضل المعلمين. السلام عليكما ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جئت تزور دمشق؟ لا يا سيدي، بل أنا زائر سأغادرها. جئت تزور جامعها الأموي؟ نعم يا سيدي، يا لهذا السحر المعماري بعد هذه الرحلة الرهيبة. رحلة رهيبة؟ أين؟ في مجاهل أفريقيا، في غاباتها وصحاراها، بين قبائلها وفيلتها وأفاعيها وأسودها. يا لها من رحلة، حمد لله على سلامتك. أيزعجك يا سيدي أن تروي لي بعضا مما جرى معك؟ لعلك فوجئت بلهفته، إنما زكريا جاء إلى دمشق طالبا ليدرس في مدارسها وينهل من علومها. الرغبة في المعرفة، يا لها من لهفة. أين ستقيم في دمشق يا زكريا؟ أقيم في الخان، وبعد حين سأتدبر أمري. أرافقك إذن، هلم بنا. السلام عليك يا زكريا. وعليك السلام. أهلا يا ابن الربيع، إذا أنت من العراق؟ وقد هدني الشوق إليها. ما الذي دفعك للذهاب إلى أفريقيا؟ ذهبت للبحث عن الذهب والعاج، وحبا بالمغامرة. أها، وبماذا عدت؟ عدت بقليل من الذهب والعاج وكثير من الحكاية. إذا قص علينا بعض الحكاية. سأبدأ من الحبشة، من الحيوانات العجيبة عندهم الفيل والزرافة ومركوبهم البقر، وثمة أمر عجيب. وما هو؟ قرب خط الاستواء في الصيف تجتمع الحيوانات المختلفة الأنواع على منابع الماء، فيسفد نوع غير نوعه فتولد حيوانات غريبة. سبحان الخالق. أربعة أعوام لك في دمشق لم أرك خلالها، وهأنذا ألتقيك ثانية يا أهلا ومرحبا. آه يا شيخ، لن أنسى دمشق ما حييت، ولولا شؤون الدنيا لما غادرتها. ما الذي أحببته فيها يا زكريا؟ بل قل يا شيخ، ما الذي لم أحبه فيها؟ الهواء المنعش، المقام الطيب، دماثة الناس. دمشق تملأ القلب والعين يا شيخ بكل ما تحويه، درة الدنيا. إني حزين لفراقها يا شيخ. لماذا غادرتها إذن؟
تالله ما كنت لأغادر أرضا أحببتها إلى هذا الحد. إنه قدر يا شيخ أن أرتحل من بلد إلى آخر. هاتوا طعامنا. طعام طيب. على الجوع كل ما يسد الرمق طيب، لكن دونك التمر إنه هبة الله سبحانه وتعالى، بضع تمرات منه تكفيك نهارا كاملا، إنه غذاء ودواء. لهذا يا شيخ ما تزال قويا نشطا. اسمع يا بني، لكل أرض طبع كالبشر، تطبع أهلها بطبعها. انظر إلى هذه البادية الشاسعة الواسعة، انظر إلى جمالها وبهائها ورونقها وهدوئها. إن الحر فيها يشتد حتى يكاد يحرق، وفي الليل يشتد البرد حتى يكاد يهرئ الجلد. وهي كريمة معطاء يا ولدي، لكنها تمسك يدها أحيانا فيلحقها اليباس فيجف الضرع والزرع، وتصبح اللقمة حلما وشربة الماء هدفا. لهذا ترى أهلها أشداء على المكاره، ونفوسهم متسعة لهذه البوادي، لكنها شديدة عنيفة إذا ما ظلمت. هذا درس لن أنساه يا شيخ. إني لأرجوك أن تحدثني عن طباع أهل الصحارى وما فيها من الحيوانات وتقلب أحوالها حتى نصل الرقة. سأحدثك عن كل شيء في الطريق. لن أنساك يا شيخي، لقد كنت عطوفا كريما معي، وتعلمت منك الكثير، وحفظت أول درس عن طباع أهل الصحارى. ماذا قررت أن تفعل في حياتك يا زكريا؟ سأعمل مؤلف كتب. إذا صدقت فراستي ستكون قاضيا. إن لك نظرا ثاقبا ونفسا أبية، ولست من أهل السوء. القضاء قريب إليك يا ولدي. القضاء لم يخطر لي على بال، مع أنني تعلمت على يد مشايخ دمشق المذاهب الأربعة وأصول الفقه والشريعة. لم يبق إلا أن تتسلم القضاء. هيا يا رجال، فالطريق طويلة إلى الرقة. الدكتور قال لازم تسافر عشان تسوي العملية. مستحيل. جد سرحان هذا بالذات، أنا مخطط له ومدبر له ترتيب تاني بالمرة. فتش المكان كويس، يمكن يكون في جهاز تسجيل هنا ولا هنا. لسه مصر إنك بريء وإنك ما حطيت السم لكريم في الأكل؟ أنا خايف يكون في خطورة على كريم بعد ما الشرطة طبعاً عرفت الموضوع هذا. أنا لازم أسيب البيت. كابوس فظيع. كيف بابا فرحان يتجرأ ويقول كلمة زي هذه؟ ليلة المفاجآت. يقولون صوت لا يعجب، وما أجمل صوت. بابا فرحان يوميا الثالثة مساء على قناة ذكريات. أجمل ذكريات رمضان. برنامج حروف، برنامج مسابقات خفيف منوع، هناك جوائز قيمة. رقم 5، معلومات عامة. الفجر. حرف الدال. حرف الميم. فاز في هذه الجولة الفريق الأخضر. رقم 6، جاء الذهب يا شباب، حرف الواو وبالطب. والإجابة صحيحة. تحياتي لكم أيها الأخوة، حتى نلتقي، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حروف.
الظروف يوميا الرابعة مساء على قناة ذكريات. أجمل ذكريات رمضان. أكتب الأرقام من 1 إلى 30 بالتسلسل علشان كل ما تسمع فزورة تكتب الحل قدام الرقم المسلسل. الفوازير شوفوها دحين، المطلوب يجينا حل. 30 حلقة الفوازير جاهزين، الفوازير شوفوها دحين. الرياضة مفيدة جدا للأبدان، الصبر يغلب الشدة. فوازير الصغار يوميا الخامسة مساء على قناة ذكريات. أجمل ذكريات رمضان. أسعدت مساء يا أم زكريا. وأسعدت مساء. لما استدعاك والي واسطة إلى دار الولاية؟ يا امرأتي العزيزة، استدعاني الوالي لأستلم القضاء. مبارك عليك القضاء يا أبا زكريا. لما أوافق بعد. لما؟ طلبت منه أن يمهلني بعض الوقت. لما يا رجل؟ من له مثل علمك وفقهك وورعك؟ لقد كبرت يا امرأة، والبركة في ولدنا زكريا. جمعنا الخان والسفر، فهل لنا أن نعرف بعضنا البعض؟ أجل، أنا زكريا بن محمد القزويني. مرحبا بك. أما أنا فعلاء الجويني. من أين وإلى أين؟ قادم من دمشق بعد أن درست فيها 5 أعوام وذاهب إلى واسط فهناك أهلي. مرحبا بك مرة أخرى. أما أنا فتاجر ومؤلف كتب. مؤلف كتب؟ يا لهذه المصادفة، فيما تؤلف يا سيدي؟ أكتب في التاريخ ولي وله بالجغرافيا. تؤرخ لمن يا سيدي؟ إنني أجمع مادة علني أؤلف سفرا عن تاريخ المشرق الإسلامي، ولدي رغبة في تأليف كتاب عن تاريخ المغول وجنكيز خان. المغول؟ هذا الرعب المتحرك الذي دمر كل شيء أمامه. إنه بلاء من الله ابتلى به المشرق الإسلامي، بلاء مروع، لقد دمروا كل شيء وقام الله من شرورهم. زكريا بني أبي، معطل العود أحمد. كيف أنت يا أبي؟ الحمد لله على سلامتك يا أم زكريا. أم زكريا، عاد زكريا من دمشق. ولدي، كيف أنت يا أمه؟ لقد اشتقت إليك شوقا ما به من مزيد. وأنا اشتقت إليك. ادخل يا بني ادخل. أهلا بك يا زكريا. أهلا بك يا سيدي. ولدي زكريا كان في دمشق طالبا وبقي فيها 4 أعوام وعاد إلينا سالما. الحمد لله. ماذا درست في دمشق يا زكريا؟ درست يا سيدي الفقه والحديث، وقرأت القرآن الكريم وحفظته، واطلعت على سير الصحابة والتابعين، كما درست العلوم الجغرافية والرياضية واللغوية. لم تضيع أيامك عبثا في دمشق إذن؟ لكأن القضاء لا يريد أن يبارح بيتك يا أبا زكريا. ما قولك في أن تتولى القضاء في واسطة والحلة؟ لا أدري ماذا أقول. أمر القضاء أيها الوالي من أهم الأمور في حياة المسلمين. إذا صلح القضاء صلحت الرعية،
وإذا فسد فسدت. لهذا لابد من التفكير وإعمال الذهن. إنني أخشى موقف يوم عظيم. ألك شروط تضعها يا زكريا؟ بلى يا سيادة الوالي. قلها إذن ولا تتردد. القضاء يا سيدي الوالي هو تطبيق شرع الله وسنة رسوله، ولن تأخذني فيه لومة لائم. لن أسمح لأحد أن يتدخل في عمل القاضي، والمتهمون أمامه سواء، فالجميع أمام الشرع والحق والعدل سواء. هذا حق القضاء علينا جميعا، وكلنا تحت ظل الشريعة السمحاء، كبرنا أو صغرنا. إذا كان ذلك فقد قبلت. سيرتك حميدة وسمعتك عطرة، نأمل أن تمضي بسيرة والدك فينا يا شيخ زكريا. العدل يا بني، تحرى العدل واقضي بشرع الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. وإياك والظلم، فالظلم نار حارقة يوم القيامة. أقول يا أبا زكريا، إن لي رأيا. ونعم الرأي. أما تنتظر حتى أقوله لك؟ طلبك مجاب. قد صار زكريا بحمد الله قاضي واسطة والحلة، وهو في ريعان الشباب. أما يكمل نصف دينه؟ كلام طيب يسمع ويعقل ويعمل به. زوجه إذن في التو واللحظة. سأذهب إلى أبي الرواد وأخطب ابنته فاطمة لولدنا. السلام على القاضي زكريا. وعليك السلام ورحمة الله. بعثت في إثري يا سيدي، فماذا تريد؟ أريدك كاتبي يا ميمون، فلك سمعة حسنة وخط جميل. كاتب القاضي الشاب زكريا القزويني؟ حسنا، أنا موافق. خذ مكانك، أدخل أول الشاكين. ألديك شهود؟ ومن يجرؤ على الشهادة ضد وكيل المحتسب يا سيدي؟ لو كان الوالي نفسه الذي ظلمك وأخذ دارك لرددتها إليك، لكن للقضاء أصولا وقواعد. اسمعي يا امرأة، إذا كانت لديك دار قد اغتصبت فلا بد أن تعود إليك. غدا تأتين إلي. بورك فيك يا سيدي، بورك فيك. يا ميمون، العدل لا يقوم بغير التحري الدقيق والوقوف على الحقائق والعمل بشرع الله. أجهدت نفسك يا فاطمة وأنت في شهرك الأخير، الحق علي. غدا ستكون في بيتنا جارية تخدمك. المهم راحتك يا قاضي واسط.
الدين الطوسي؟ نعم، ماذا تريدون مني؟ هلم بنا، ستعرف فيما بعد. وها هي الصكوك تبين أن والدهم باع أملاكه لي قبل وفاته. أمعكم شيء يدل على كذب ما يقول؟ نعم يا سيدي. ما هو؟ لقد توفي أبي رحمه الله وعمي مسافر منذ سنة، وبعد عودته من السفر زعم أن أبي باع الأرض والأملاك له، فمتى حدث هذا؟ والصكوك تقول إنه باعها لعمكم قبل شهر من وفاته. مبارك وليدك يا فاطمة. بارك الله فيك. بارك الله لك فيه. ماذا ستسمونه يا ابنتي؟ عبد الله. أما من أحد يخبر زكريا بقدوم عبد الله؟ أرسلي لولدي زكريا من يخبره. أما وقد تبين كذبك فتدخل السجن وتعيد كل ما نهبته من أولاد أخيك. ويحك، أليس فيك ذرة من ضمير؟ ألست مسلما؟ من يا بني يؤويكم ويطعمكم ويهتم بأموركم؟ لا أحد يا سيدي. انتظروا خارجا ريثما أفصل في القضية. اكتب يا ميمون فصل القضية، وجد لهؤلاء اليتامى ذا دين وعقل وفلاح يهتم بشؤونهم. سيدي القاضي، سيدي القاضي. ما وراءك يا رجل؟ رزقت مولودا ذكرا. الحمد لله. عبد الله، اهلا بك يا عبد الله. والتنجيم والفلك والرياضيات، تعلم كل شيء. أرجو ذلك يا سيدي. أريدك معي يا نصر الدين. أنا عالم فلك أيها الخان الأعظم. لا بأس لا بأس، هدي من رواك، اذهب الآن. اسمع، هل سمعت برجل اسمه الجويني علاء الدين؟ نعم نعم، انه مؤرخ وفلكي ومنجم. لا بأس لا بأس. مسير الأفلاك. بسم الله الرحمن الرحيم. وكل في فلك يسبحون. صدق الله العظيم.
هدية على الدين. هؤلاء المتوحشون ثمة من نصحهم بأن يبقوا على حياة العلماء والأطباء والفلكيين. إنهم هبش لا يدركون أمور الحياة والإدارة وتسيير شؤون المجتمع. لقد دمروا كل شيء. إنهم يريدون بناء مملكتهم الآن وهم بحاجة إلينا. ماذا نفعل؟ إنهم الموت الأحمر وهم قريبون منا. لا، لن يمسونا بأذى. أتدري لما نحن هنا الآن؟ لما؟ إنهم يريدون اجتياح العراق. ماذا تقول؟ ما تسمع. ولن يردهم أحد. فبلاد المسلمين في مصر والشام والعراق مضطربة أشد الاضطراب. إنهم يخططون لغزو العراق وهولاك ما زال مترددا، ونحن لا حول لنا ولا قوة. إن أعظم شيء يمكن أن نفعله أن نبقي على حياة هؤلاء العلماء وأن ننقذ ما تبقى من المكتبات. سنرى. وكنت مستغرق النظر في عجائب صنع الله تعالى في مصنوعاته وغرائب إبداعه في مبدعاته، كما أرشد الله سبحانه حيث قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. صدق الله العظيم. وليس المراد من النظر تقليب الحدقة ونحوها، فإن البهائم تشارك الإنسان فيه، ومن لم يرى من السماء إلا زرقتها ومن الأرض إلا غبرتها فهو مشارك للبهائم في ذلك، وأدنى حالا منها وأشد غفلة، كما قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين، إلى أن قال: أولئك كالأنعام بل هم أضل. صدق الله العظيم. حمد هو الحل، اخطفوا الاشرار. وين ابوك خاش الذهب؟ ولدي ولدي يا خيوب، هم ما يقدرون يلمسون من شعره واحده منه، هم يبون الذهب. ما دام لقيت اثرهم لازم اصيدهم. ساعات قليله والذهب يصير بيدنا. قول لك لا تخاف، احنا رجالك يا علوان، الامر لك وعلى الطاعه. لو كل الذهب يروح ما يهم، المهم حمد. هذا اللي ياكل الذهب اكال. الإبريق المكسور يوميا 5:15 مساء على قناة ذكريات. أجمل ذكريات رمضان. والله شفت واحد منكم يوطوط هنا أني لا أكسر رأسه. يعني ما تبي تتصالح؟ في شيء اسمه احترام الناس. لا تزعجنا يا اخي. كلام غايه في الايجابيه. عندي كلام مهم. خروفي لابس بدله صوفي. يعطيك العافيه، تحياتي. ذكريات طاش يوميا 7 مساء على قناه ذكريات. أجمل ذكريات رمضان.
أمرتني أيها الخان الأعظم أكتب تاريخ والدكم العظيم جنكيز خان. لا بأس، لا بأس يا جويني. وماذا أسميت الكتاب؟ لقد وضعته في 3 كتب أيها الخان، أبدأ فيها بتاريخ مملكة الخان الأعظم، والثاني مملكة خوارزم، والثالث مملكة خراسان في ظلكم أيها الخان الأعظم. في ظلكم بقي البوم والخراب. أنت يا نصر الدين عالم في الفلك وأسرار النجوم، وأنت مورخ، انظرا لي أي الأوقات أنسب لغزو الشام والعراق. سنفعل أيها الخان الأعظم. سأعتمد عليكما في تحديد الموعد وفي فهم سكان تلك الديار وملوكها وأمرائها وعاداتها، وفي من يكون سندا لنا ومن يقاومنا، وسيكون لكما عندي ما ترغبان. والويل، الويل لمن يقف في وجهنا. الويل يا أرحم الراحمين ارحمنا. اللهم إني لا أسألك رد القضاء بل أسألك اللطف فيه. سلامتك يا أبي. سلامتك زكريا. إنه مرض الموت يا بني. لا يا والدي لا تقل هذا. ذاك من ذلك، وأخبرني ما هي أخبار كتابك؟ ماذا تكتب؟ ما عنوانه؟ على ما يشتمل؟ إنه كتاب جامع لما رأيت وقرأت وسمعت، وارتأيت أن أسمي عجائب المخلوقات وغرائب الموجودات. بورك فيك يا بني، أنت تعرف فضل العالم وقيمته في الدنيا والآخرة. إنما يخشى الله من عباده العلماء. أبي سأذهب لأحضر لك الطبيب. وفقك الله يا ولدي وفتح بصيرتك. هكذا إذن تقولون لي لا تغزو فالنجوم لا توافق مرادك. لعل فيكم مسلمين يخشون على أبناء دينهم فتخوفونني. اسمعوا، قد ألقي بهذه الترهات جانبا وأجتاح تلك البلاد. يا نصر الدين انظر في النجوم وأتني بمرادي. وأنت هل انتهيت من كتابة تاريخ جنكيز خان؟ تقرأ علي في مسيرنا إلى العراق. كالعاصفة اجتاح المغول العراق بقيادة هولاكو، فدمروا كل شيء ودخلوا بغداد فمزقوها شر تمزيق، قتلوا أهلها وأحرقوا كتبها، وتحولت قبلة العالم الحضارية أثرا بعد عين. يا رب العالمين، يا أرحم الراحمين، إننا لا نسألك رد القضاء بل نسألك اللطف قزويني. أرجو ألا تكون قد تعرضت أنت وعائلتك لسوء. ليتني مت ولم أرى ما رأيت. مهلا يا زكريا، هؤلاء قوم لا يقف وجههم شيء، حبذا هدوءهم لنرى ما يمكننا أن نفعل. وها أنا كما ترى عينني هولاك حاكما للعراق. يا سيدي، أما ترتفع هذه الغمة؟ فقد اجتاحوا الشام.
أرجو من الله العلي القدير أن يهديهم إلى الإسلام، لعل بلاءهم يستبدل بهدايتهم. تلك مشيئة الله. ماذا في جعبتك يا قزويني؟ أراك تحمل شيئا. إنه كتابي، عجائب المخلوقات وغرائب الموجودات، أتحدث فيه عن النجوم والأفلاك وعن الأرض وما عليها. وهل أطمع أن يكون كتابك هدية لي؟ إنه هدية لك. أنت صديقي يا زكريا وإنني أحبك، وسوف تعود إلى واسطة معززا مكرما. أما أنا فقد ابتليت بلاء خلصت منه بما تراني فيه، أرجو أن يكون فيه الخير لي ولأهل العراق. زكريا سيدي، هل عملت في القضاء؟ إنني قاضي واسطة والحلة. وستبقى قاضي واسطة والحلة، وستأخذ جائزتك على هذا الكتاب. أقعد. أصل اليوم إلى واسطة يا ابن؟ بلى يا بني، بعد صلاة العشاء إن شاء الله. تعال يا عبد الله، تعال يا ولدي واقعد بحذائي. يا أبي، أنت قاضيا، أكنت تعرف الحاكم علاء الدين عطاء الملك الجويني حاكم العراق؟ أجل يا بني، التقيته منذ زمن طويل وكان كريما معي، لم ينسى الصحبة القديمة أبداً. وكيف عمل الطوسي والجويني مع المغول؟ لا أدري ما أقول يا بني، لقد دمر المغول البلدان التي وصلوها كلها في فظاعة لم يشهد لها التاريخ مثيلاً. إنني لا أقر تعاون المسلمين مع المغول يا بني، لكن ما جرى تشيب لهوله الولدان، لربما كان الخوف والخشية والفزع على الأهل والبلدان هو السبب. إن بحر الصين إذا قرب هيجانه ليستدل على ذلك بارتفاع السمك من قعره إلى وجه الماء، وإذا دنا سكونه يبيض طائر مشهور في البر، وهو طائر لا يصير إلى الأرض أبدا ولا يعرف غير لجة البحر، ووقت سكون البحر وقت بيضه. وفي هذا البحر من الجزائر ما لا يحصى، وفيه مغاص الدر في الماء العذب يقع فيه الحب الجيد، وفي بعض جزائره يوجد الذهب، وفيها الحيوانات العجيبة الأشكال، وفيه الدردور، وفيه الدردور وهو الموقع الذي إذا وقعت فيه السفينة لا تخرج أبدا. مدينة يثرب هي مدينة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وهي في حرة سبخة مقدار نصف مكة. من خصائصها أن من دخلها يشم رائحة الطيب، وللعطر فيها فضل رائحة لم توجد في غيرها، وأهلها أحسن الناس صوتا. قيل لبعض المدنيين: ما بالكم أنتم أطيب الناس صوتا؟ فقال: قلبنا كالعيدان دخلت أجوافنا فطاب صوتنا. بها التمر الصيحاني لم يوجد في غيرها من البلاد، وبها حب البان يحمل منها إلى سائر البلاد. وعن ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام حين عزم على الهجرة قال: اللهم إنك قد أخرجتني من أحب أرضك إلي، فأنزله المدينة. ورأى النبي عليه السلام بلال بن حمامة وقد هاجر فاجتوى المدينة وهو يقول: ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بفخ وحولي إذخر وجليل؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: خفت يا ابن السوداء؟ ثم قال:
اللهم حبب إلينا المدينة كما حببت مكة وأشد وصحبتها، وبارك لنا في صاعها ومدها، وانقل حماها إلى خير والجحفة. ولا يقل كتابه الجديد هذا متعة وفائدة عن كتابه الأول، وقد حمل عنوان آثار البلاد وأخبار العباد. لقد شوقتني، هاتي أسمعني. إنه يصف لك البلدان وكأنك تراها، وهنا تكمن العبقرية كلها. اسمع ما يقول في العراق. تفضل واقرأ. ناحية بين الحجاز واليمن أحسن بلاد الله، وأكثرها خيرا ونخلا وشجرا، كانت في قديم الزمان منازل طسم وجديسة، وهما من ولد لاوذة بن رومي بن لاوذة بن سامي بن نوح عليه السلام. اسمع، اسمع هذا الجزء من هذه الحكاية. تفضل واقرأ. فلما سمع عمليق ذلك غضب على نساء جديس، وأمر ألا تزوج بكر من نساء جديس حتى تدخل عليه فيكون هو مفترعها. فلقوا من ذلك ذلا حتى تزوجت غفيرة بنت غفار أخت الأسود سيد جديس. فلما كانت ليلة الزفاف أخرجت لتحمل إلى الملك، فدخلت عليه فامتنعت وكانت قوية، فانتزعها بحديدة فخرجت والدم يسيل منها. فلما رأى أخوها احتال ودعا جديس وعمليق، فلما ابتدأوا الطعام قتله الأسود، وقتل كل شريف من جديس شريفا منتصب. يا له من كتاب رائع، أين نسختي؟ هذه، وهي هديتي لك. قد راج الكتابان رواجا عجيبا، وأحبهما الناس حبا جما، وتفاخر بهما العامة والخاصة، وما يزالان إلى الآن يزخران بكل ما يمتع ويفيد. كان زكريا القزويني رضيا لطيفا حصيفا حلو المعشر عميق الثقافة. توفي عام 680 للهجرة، وله من العمر ما ينيف عن 80 عاما. رحمه.